وين السكر؟ ما ندري. وين الزبدة؟ ما ندري. على ذيك التشالنج متاع اليوم، كيفاش نعملوا دي جاتو ما غير سكر ما غير زبدة وما غير حاجات اللي توا بلوزو ما مش موجودين ياسر في السوق. طلعوا شنو باش نستعملوا؟ باش نستعملوا القرع الاخضر. اي القرع الاخضر باش نعملوا بيه جاتو بنين على الاخر. دونك يلا نبداو. اول رسيت باش نبداو بها هي جاتو، اما باش نعوضوا السكر بالدقله. نحن بلاد الدقله كيفاش ما نستعملوش جاتو نحطوا فيه دقله نتاعنا؟ وتو عاد موسم الدقله، دونك اون بروفيت باش نعملوا جاتو بنين ونبعدوا شويه حتى على السكر، وهكا صحي خير بيس. دونك هنايا ناخذ في كعبة دقله مقدار 120 غرام، باش نحطهم في شويه ماء سخون، وذاك باش يولي بيوري. بعد ما يولي بيوري نقول لكم باش نعملوا بيه. زيد هذا سكينه، ربي يفضل لنا يديتنا يديت استوديو. تنساوش تقعدوا تتبعوا للاخر. جاتو بالقرع الاخضر وات كل شيء يجوز راه مع تنويشه. هوني الماء نتاعي سخون، دونك باش نخليهم حتى كشي يشربوا كالماء ذاكم ويذوبوا على الاخر. من بعد باش نعملهم في الميكسور ونكمل لهم بقيت لي زانغريديون. هاني جايتكم. شنو باش نعملو توا؟ خدينا كالبلندر نتاعنا، الدقله نتاعنا اكلي ذابت في وسط الماء سخون وكل شيء، دونك توا باش نرحيوها هالا بالماء نتاعها حتى كش تولي لنا بيغي. باه هات نرحيوها هذيا ونرجع لكم. هاي ولا عنا بيغي نتاع دقله يعمل الكيف. ليت كيفاش نصيف ساعه في الماء سخون حتى كشي يتنفخ بالقدا بالقدا، ومن بعد نرحيوه بالقدا لين يولي عني يولي عنا بيغي كيف من هكا، هي اللي باش تحلي الجاتو نتاعنا. ومحسوب ما فهميش السكر ما نعملوش جاتو. باش نذوق شويه، سامحونا عاد انا باش نذوق شويه. هبال نواصلوا. هنا عندي اربع كعبات عظم باش نحطوهم مع البيغي هذيك. ما عليه حس لهم أربع كعبات عظم يا سيدك يا بن سيدك، ساشي سكر فاني، وأنا عندي هوني إكستخي دو فاني زادا باش نزيدو خاطري بن. هنا باش نحطو الحليب، وعنا الزيت. هنايا عنا كعبة ياغورت اللي كيد الكل باش نرحيوها مع بعض. عندنا حاجه اخرى باش نزيدوها خليتها في الاخر بالكل باش نحكي لكم عليها، اللي هو سكر التمر. سكر التمر موجود توا تلقاوه في البلايص الكل، صحي يتحرق في ساعه وما يضرش معناه. نجمو تحطوا الكونتيتي الكل ولا اشطر الكونتيتي انت والحليوه اللي تحبها. تنجمو تعوضوا زيده كان بالبيغي نتاع الدقله كهو، ريحته دقله دقله. باهي يا سيدي تويكه اللي كيد الكل باش نركضوه مع بعض. توا باش نجيبو الصحفة نتاعنا اللي باش نحطو فيها الفارينة، هذه الفارينة باش نحطو معاها ساشي نتاع خميرة نتاع جاتو، وباش نحطو معاها شوية ملح باش يعمل لك الكيليبر نتاع الحلاوة والكل. الكيكة ذي ساهلة مهلة، حاجة صحية تجيب في الدار بنينة ومع التنويشة. نعملو هكا حفرة صغيرة ونزيدو أكل بريباراسيون اللي عملناها نتاع الزيت والعظم. باش نحطها على مارتين، نخلطو هذا الكل مع بعضو. هوني يا جماعة نجمو تقصو هكا كعبات نتاع تمر تحطوهم مع الخليط هذايا زادا. نزيدو الخليط وباش يجي لونو غامق شوية ما يجيش كالأبيض. ريحة الياغورتا عاد روائح لذيذة. باش نعملها توا بسباتول باش كالفارينة الكل تتخلط في وسط الليكيد هذاكا. هذايا امورها واضحه. دونك هوني عندي المول نتاعي ديجا حطيت فيه شويه زيت وحطيت فيه شويه فرينه. يلا الله 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 على البنة. نظفنا كالبلون دو طرافاي نتاعنا، هزينا كالفازيت الكل وغسلناهم والدنيا الكل. دونك توا باش نزوها نحطوها في الفور 180 درجه 30 à 45 minutes. من بعد نتفقدوها ناخذو كوردون تك نتفقدوها نحطو كوردون ونشوفوها. تحلوش عليها برشا الكيكه راهو خاطر تنجم تطيح. هيا توتي الجاتو حضر بنا عالمية، ريحته فاوحة. ما استعملناش سكر، استعملنا الدقلة لونه يهبل بالبنة. تويكا باش نزيدوه شوية سيغو دو دات من فوق رب متاع التمر، ومن بعد نجمو نزينوه شوية أمون دي فيلي شوية نوازيت شوية فازيت هكايا. بعد نقصلكم المغسول تو تشوفوا البنة كيفاه. يلا خلنا نقلبوه. يبلاش 1 2 3
هو ده. الله الله على البنة. مش قولكم مامان هذا الجاتو متاعنا باش نحطوا عليه شويه السيغو تاع الدقله نخليوه يبرد شويه. اهلا 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 يا اهلا بينا اسمعوني جربوه ما كومش باش تندموا حتى طرف هكا بالرب نتاع الدقله خاطر ديما فما حاجات نشوفوهم ونقولوا زعما فيش نستعملوهم هذوما ينجم حتى في بلاصه السكر في القهوه نتاعكم ينجح زيدا على الاخر. هبيله 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 شنو نزيدوه هنا جست شويه هكا عندي هنا كل اموند افيلي حبيت نحط شويه بنة الحاجه كي تكون سامبل راهو ما فيهاش كلي برشا تبرقيش وكل شيء هنا كيك قاعده نعمل في افور وحدي ساعات نخلط راه ما تاخذوش عليا فوالا اللي قدتهم تاعو مشيت الدنيا استنى خلينا نمسحها ونجيكم يلا تويكا باش نقصو مغصو ونشوفوا لا تيكستور من داخل كيفاش تنجح ولا ما تنجحش اللحظه الحاس خليوها تبرد شويه قصوها شويه سخونه الله 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 غامق هذيك اللي فيه نتاع السكر نتاع التمر والكل حاجه تعمل 66 كيف ومش نزيد نقصها هكا هبيل 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 زعما وديتكم حاجه منينه اكيد مش نوديكم حاجه منينه بنا لحظه لازم نعمل هكا ليا انا والله بنين بنين مش نورمال شفتوا خيرات بلادنا شتعطينا دقله وما ادراك ما الدقله دقله النور نتعديو للجاتو ما غير زبده بالقرع الاخضر يلا نتعديو توا للجاتو اللي الناس الكل تقولي جاتو بالقرع الاخضر خديت الرسيد من اليوتيوب من عند خونا العزيز اغفي يرحم والدي هو عملها اول مره ديكو قلت يا برا خلينا نجربها نجحت المره الاولى المره الثانيه وليت كي يبدا من فمش زبده ناخذ كعبتين قرع اخضر باش نعمل بهم الجاتو نتاعي بالحق مطعمو ما يبان الجمله في الجاتو على خاطر الكاكاو يبدا يسر طاغي قرعتين لازم يكونوا 200 غرام خذيت هنايا شويه شوكولا نوار ذوبتو عندي هنايا الكاكاو العظم شويه سكر فاني عندنا شويه نشي وعندنا هوني السكر نتاع الدقله باش نعوضوا بيه تنجموا تحطوا هذا كيما تنجموا تحطوا ستيفيا للعباد اللي مرضى بالسكر وكل ننصحهم بستيفيا على خاطر طير على الاخر ما تحلموش رواحكم هوني انا باش ناخذ كابتين الكورجيت نتاعي نبرشهم وحاجتي زاده بالماء نتاعهم راه فما رساتاتك اللي تقول واه كيفاش كيما مثلا في امريكا يستعملوا برشا القرع الاحمر زاده يعملوا بيه دي جاتو ويجي بنين على الاخر هذه كعبه الاولى كملناها شوف كعبه ثانيه ما خليوهاش تبين اللي هي كورجيت نعرف عمركم ما تصوروا اللي بالخضره نجموا نعملوا جاتويت بنين اما مع تنويشه واغفي اغفي الله يرحم والدي من عنده هو الرسيت تغيرها او كان جربوها تستيوها كاني ناجحه على شتي بيه هنيا فسكو مانيش باش نستعملوا الخميره بتاع الجاتو باش ناخذوا اربع كعبات عظام الابيض وحده والاصفر وحده على خاطر ما عندناش الخميره بتاع الجاتو فهمتوني اما انا هاو شنو نعمل نحطها الكعبه كامله العكسه سامحوني خاطر لازم نحطها لهوني خاطر هوني انا شنو نعمل نعملها هكا وتجي في يدي اما نسيسها بالقديه بالقديه ونحطوها هوني هكا الكعبه الثانيه حتى في الدار نعملها هكا احسن طريقه باش نسيباريو الابيض على الاصفر فوالا الكعبه الاخرى نحطوها في صحفه كبيره ساعات خاطر تتجرح زيدا كي نحطها في الواحد تتجرح مشيش تحشمني على التو اسمعوني انا راهو التوشي نتاع الماكله نحبه نحب نمس هكا لي زانغريديون الكل الغالب هنا هكيكا صافا يجينا نظيفه غسلناها بالكدي بيان سور انتم مزيد غسلوا ايديكم قبل ما تعملوا الحركه دي بصوا بصوا الحركه دي ترارارا فوالا نغسل يديا ونرجع نفرغوا توا هوني باش يتركض على روحه وباش نزيدوه بشويه ملح باش نركضوه سي بون الابيض نتاعنا طلع بالكدي وهنايا باش نبداو في البريباراسيون اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا الاصفر نتاع العظمه هذيا هوني باش ناخذوا الكاكاو باش ناخذوا الانشي باهي شفت ديجا فيه كعاب رجيني ممكن باش نحل الكل نحط الكونتيتي الكل 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 هذه كملتها هوني باش ناخذ هكا القرع اللي رابيتو ونحطو مع هذوما بالماء نتاعو ديجا هو هاكا باش يسيب الماء نتاعو هذوما باش نخلطوهم ببعضهم باش نزيدو السكر باش نزيدو الشوكولا نزيدو السكر فاني ونزيدو السكر نتاع الدقله سكر التمر ريحه الشوكولاته
هوني باش نحطوا تويكا الشوكولاته الذايبه، نخليوها تبرد شويه، ما لازمش تكون سخونه، دونك نحطوها في الميكروون والا نحطوها في الماء ماغي. حاطين هكا الشوكولاته، نخلطوا الدنيا الكل مع بعضها. تعرف شنو نهار باش نربحكم، واحد منكم باش يجيب حنينة هنايا ويعيش معنا اللحظه، صوت وصوره ورائحه وذويقه زيده. شقاولكم ويجي ومرحبا بيكم. هذايا البلون تاعنا توا باش نبداو نحطوا فيه بشويه بشويه. غنحطوا هذا ومن بعد ناخذوا لي لصق فوق. هذه الاولى، بعد لازم نفرغوا هذه. اوبلاش الاولانيه باش نعملوها بالفوي، اما بعد ما لازمش نستعملوا فوي. علاش؟ بشكل الابيض ما يتيحش معناها الكل. شفت كيفاه ما ذكرتونيش؟ نسيت ما حطيتش لاميدون. هاي باش نحطوا توت سويت، توا باش نحطوا لاميدون، لازم كله يتحط. تويكا باش نكملوا نحطوا البلون الاخر، وتوا باش نحيوا الفوي. ماش نستعملوا فوي، باش نستعملوا سباتول. محلي الحس نتاعو مش قميمه يوصلك ولا هذا الجاتوك اللي يتكل على الشبع، عرفتو؟ توا انا مش نستحق المول. راهو انا قلت كل مره نعملو في دوره مول دوره، اي برا المره دي خلينا نعملوها كغير، حتى هذه تجيبيه، والا تنجمو تعملوها انديفيديوال. استنى نوريكم حاجه، خاطر كنا احنا باش نعملو فيه راه دوك، تنجمو تعملو هكا انديفيديوال اللي باش يجي بحذاك. تفضل كايبه، تفضل كايبه، تفضل كايبه، والا حاجه هكايا واني بمولك. هاي خلينا نرجعو توا. ايزي انا متفدليك، اسمع متحل خلطوهيش بالقدو بالقدو بالقدو، لازمكم تسيسوها بشويه بشويه. توا باش نحطوا اكل جاتو نتاعنا. المول تنجموا تحطوا في وسطو كاكاو مش فارينه، مش في الديمولاج يجي لونه غامق زيد. توا باش نحطوها في الفور 30 دقيقه على 180 درجه. يلا اوب 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 اوب. مريحة فيوحة وبنينة وتشرة وتعمل 66 كيف. حسيلو سخونة، ذوبنا شوية شوكولات، نحطو فيها شوية زيت، وإلا شنعملو؟ ناخذو كالشوكولات أختيني ونعملوها ونحطوها والدنيا. الله 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 الله، بنا 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 بنا، ما نفضلكش راني. السلام عليكم، طاولة تكستور نتاعها كيفاه؟ بازل كلكم مش تقولوا تخلوا هذي شنو هي قدو هذي بالكورجيت بالقرع الاخضر يعجبكش؟ ما زيش تاو باش نقصها بربي، خنزيدها شويه فيكيا. هاني جيتكم، جبت الفيكيا اللي لقيته، لقيت شويه لوز، شخشوخه شخشوخه بنينه بالقرع الاخضر، والله في برشا فوائد راه. تحقروش. وهذا القدو نتاعنا احضر. الله 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 الله، بنا 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 بنا، يعمل الكيف له برونيز وله فوندون شوكولا. ملا بنا وملا جاتو الشوكولا، بنينا 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 تكستور الدنيا الكل. جربوها ما كنتش تنمو هذا طرف. حسيلو خنكمل هنا توا، هذيا نركحلها امورها نزينها ونحطها هكا في الطبق وكل، وانتو ما نخليكم في التوب ولا فلوب. الفيديو نتاع اليوم ضاربة على الاخر على لي ريزو سوسيو. خبز يعملوه ويحطوا في وسطه بيغي نتاع بطاطا مفوحة، ويحطوا في وسطها زادة شنو اخر يا ربي، موتزاريلا. انا باش نعملها كتوش تونسية، باش نزيدوها شوية هريسة والكل. والبات عجبتني على خاطرها سهلة، حطوا فيها فرينة وكعبايا غرد، حطوهم مع بعضهم هكا يخلطوهم، ومن بعد يعملوا الفاخس ويدخلوها للفور، والا يحطوها في البوالا شوية زبدة وشوية معدنوس والا بازيليك، تك تك تك. حسيلو منظرها يشهي وتبدا هكا كالموتزاريلا ذوب وكل شيء، حاجة مش نورمال. اسمها تشيز بوتيتو فلات بريد. مش نطول عليكم برشا بالكليم، هيا نجربوها وتنشوفوها تنجح ولا. يلا باش نبداو الفلات بريد ويذ بوتيتو بوغي. شنو باش نبداو يا خويا يا سيدي؟ باش نحطو الفارينة كيما تقولي قمر، حطو فارينة ونزيدوها الياغورتة. هذوما زوز نحطو لهم شوية ملح، وشنو باش نعملو؟ خلطوها بيدينا، اليدين مغسولين امريقلين. دونك هوني اش عملت هي؟ خذيت كيلة ياغورت، معناتها الحكار متاع البو متاع الياغورت، عملت عليه بو ونص فرينة، باش تجيكم هكا ملمومة كل شيء. هي هذي راهي لاباط ماجيك اللي نعملو بها الخبز الميني بيتزا زيدا والكل. هنعجنوها شوية خاطر لازمها تتعجن شوية، لا خميرة لا حتى شيء. فوالا كملنا البات متاعنا، خليوها ترتاح شوية بركة راهو 5 مينوت. توا باش نحضرو البيغي. عندنا بيغي متاع بطاطا، حطت فيها فخوماج، حطت معاها موتزاريلا وزادت موتزاريلا من بعد. وهوني زيد نفرقوها شويه ملح، وباش نحط لها الزعتر البنين هذاك نتاع الدره.
باش نحط منه شويه خاطر يفوح على الاخر. باكو شدره وفي كونتيتي كبيره وفي كساشي زيب معناها مش يقعد محلول. بعد تنجم تستعمل وبعد تسكره. فوالا هذا باش يفوح على الاخر بزيت حطيت. فوالا باش ناخذوا البات بتاعنا باش نحلوها. شفت كي تخليها ترتاح شويه تجي معاك. فما دي غوسيت تلمو فاسيل تلمو كلي كل شيء تحسو عندك في الفريجيدير تقوم طول تعملها معناها باش تشوفها اسكو تنجح ولا هذايا هبيل مع هكا اون سوب شوربه هكا والكل تجي هايله حتى للصغار معناتها. توا ديجا انا نخمم باش ننزل دريس هذا. اما كي باش تعملوا كونتيتي كبيره توليو تعملوا فوا دو لا كونتيتي. لازمنا هوني التوش التونسية. حطوا هروس زعما ولا نحطوا هريسة تاع صبرة عبارة نحطوا الهريسة خاطر حتى الهروس فيوح على الاخر منيح. ريحتها باينة. نحطوا من الاول الكوش هكا تاع الهريسة تاع البيغي اللي فوحناها باش نزيدوها فرماج ومن بعد نسكروا عليها كيما الجاليت روستيك. نعملوا هكا نعملوا هكا 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 وهكا باش نقلبوها ونحلوها. هيلة 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 روسيت هذي بيه. من بعد هي خذت قلية حطت فيها شوية زبدة باش نجي ونحطها في القلية تخليها تشم اللوطة وبعد باش نقلبها. بيه تويكة طابت من اللوطة باش نحطو لها شوية زبدة من فوق ونخليوها تكمل الطيب. 1 2 3 وبلاش. عندي شوية زبدة ذيبة حطيت فيها شوية ثوم شوية معدنوس ونجي من فوق ونعمل أكل الزبدة نتاعي كيما خبز النان هوني بنين زيت هذيك على الاخر. بون زدتها فزيت من عندي راهو تنوستها شوية أما هي هذي حطتها وعملتها باش تجي هكا الكولوغ نتاعها مزيانة من فوق. والتشتيش نورمالمون طابت توا. اوبا الله الله على البنة باش نزيدها كمان شوية زبدة مشخشخة توا باش نقصوها. هما كي يقصوها قصوها كيما البيتزا هكا غنصوروها عاد قصوها تيمخسو تشهي يا جماعة تشهي تشهي تشهي. شقالوا الشباب سيش تكلموا تنجح هذي قبل ما نذوقها تنجح. شو شو تجبيد انت على الفخوماج بركة حاجة غير عادية. عالمية. انا الحقيقة كنت خايفة شوية من البيغي متاع البطاطا اما عطاتها بنا مش نورمال جوباليت حسيلو. توا نخليكم في دماغ اشترقة تق. اهلا ربي يبارك لك. سيبا هكايا ذر لي وفينا من صحفة منولة ومن مش سبيسيال كي مش ياخذوها الجماعة امان. تسمعوا في الصوت تسمع في الصوت ولا اليوم اللبلابي سبيسيال في البلاصة والبنة والهرقمة والدنيا الكل. اليوم جربنا الهرقمة متاع نورة وين موجود في حمام لمف. الهرقمة تشهي على الاخر. انا تستيت قبل راوة وهاني عاودت رجعت باش نصوروا باش نودكم بالبون بلون هذية خاطر بنة عالمية لعبت شدة صف ومبلس الفو تفتق تبرد بالقدي تاكل بالقدي تروح وانتي ديفي ومشخشخ. مشو نحكيه شوية مع نورة. هاي نبدي. اسمعني على فكره هذا راهو دياريره تخدم في الدار معناها توا راس حانوت هذايا ما تلقاهوش الكولير هذاك ثوم هذاك هذاك ثوم عاقد حي باش يقعد له حتىش انا عشايخ على صحابي هذايا هذا شويه قارص قص فيه شويه قارص ساعات ثوم هكايا والله هي لا في الدار غرام هي اكثر منها براتيك في تونس اكثر منها انت تفرض روحك كيما يقول المصراوي انت والشطاره فهمتني انا والله العظيم العظيم توا في الدار ولا طيب هاي نعاون هاي باهي شيء هاي دي كاس لهي سبيسيال والله هي عامله يا مدام منال منال جبالي عربي متاعنا مقرونه مرقه كوسكسي جلبانه هذو ما هما متاعنا كيما تقول انت الزمنيه وحدي راني هنا في الكوا صغير شيخ عامل جوك هو هي الصنعه 50% هي باز باش تقرا لك اليوم وتفرح بيه و50% الاخرى باش تبدا عطيها حقها الخدمه باش تشيخ عليها الصحفه نبدا راضي عليها اكثر نبدا شيخ عليها انا ومن بعد نمد خاطر نقول لك والله رسالتي وكذا رئيسي والله رسالتي وكذا حاجتك يقف عليها بيدي حتى نسيق وكذا كل شيء على عيني فقط دنيتي الكل ريت النوم متوحش نحط كرسي نبدا عامل هيك معناها تضحيه وكا هو ثم مشكله ونات اخواتي هما الساعه معناها ان اكزامبل السيد هذا اكثر من 30 سنه مع بعضنا هذا يجي خونا صغير معناها الحمد لله وكا هو المقطع لا جات اما سوربريز عملتها لي ما فهمت شيء حاجه ماني فيك انت مغرفتين ديجا نحس هكا
نقولوا من بكري اسمع نقعدوا على الشط ولا هوني بعد قلنا ليه بارده توا ماذا بكتش تعمل غطسه حسيلو اليوم احنا جينا ديجوستاسيون اما باش نرجعوا له بالبدا باش يحكي لنا على الكونسيبت مش كونسيبت البلابي نتاعو في الكاليتي في كل شيء ما تبدل حتى شيء من 94 حسيلو بلاصتو تفتق جاي على البحر والبنة نتاع البلابي نتاعو حاجه اخرى لهنا 19 سنه وخدمت صانع 10 سنين يلزمنا نضحوا في تونس يلزمك تخدم وتتأقلم والصبر باهرة مش تخسر الفلين وفلين وفلين اخسر ليك انت بالدرجة بالدرجة معناها مش تبقى وتضحي معناها حتى كي ربي يعطيك ما تخرجش على الموضوع والحمد لله وربي يسر طب علاش تبدا الخدمة الأربعة مش الصباح ماني كيفاش نخطر روحي خدمة وكذا باش راسيلي في الشتاء الأربعة حتىش ال 11 ونص وفي الصيف من 6 حتىش نص الليل ونص لا لا أنا نبداها من الأول في النهار ونوفاها في الليل تنظم باش تبين لك وتسهل لك خاطر ضغط ياسر نحن علينا وجماعة الدومين راهو تعبين برشا معناها تعب وعلى حساب الدار السلعة يلزمني نضحي عليها باش ناخذ السلعة هذيك نتاعي أريد سلعة اليوم وطيبة اليوم معناها كل يوم ويوم معناها مش وفاة أي فما وفاة يلزمني غدوة نزيد عمري ما قلت راني خير من فلان يحكوا لي لهنا العباد هاو فلان مشينا له هاو فلتين مشينا له وكذا والله العظيم والله وندافع عليهم والله شوفوا يخدم يعلم بهم ربي راه الشارج ملكات فاس معناها حتى السلعة ديجا تدوخ في راسي والحمد لله معناها ما نحسبهاش أنا صحفة سبحان الله نحنوا على بعضنا الحمد لله وكذا واحد قنوع ملي هو صغير والله العظيم ربي باش يعطيك الفلوس مش صحفة لا لا صحفتها هي الساعة خليها نبدا بها هذوما شوية ثوم لأختنا منال وأمونة جيعانة الصباح ما كلتش وأنا طلبت منها باش هي ما تاكلش صحفة هرقمة بطريقتي أنا الخاصة بنتي تتبع فيك منال على فكرة بنتي وميمة ديجا مطبوطة كيفك الصحفة بدت تبرد يا إيمان وهي شفتوني كيفاش وليت نعرف نخلط دوف 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 اسمع ريحة الثوم والجو الله 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 ريتو هذه الفاسة تعرفوها فضلي هاي نبدأ هزيت مغرفة فيها الدنيا الكل الهرقمة الحمص كل شيء مريقل موزوز ريحته تشهي حاجة ليفل هك 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 اللي أنا منكلش اللي يحضره الهرقمة بنا صوت 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 هم إيمان لازمك تخلط مادام يسخونة حار هذا حار إن شاء الله عجبكم البون بلون تاع اليوم يجيو النورة تلقاها في حمام لنف في جوجل اكتبوا لبليبي نورة تتخرج لكم لدريسة لندريسة يجيو ماكونش تندموا حتى تعرف بيزو تشاو